السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غنكملوا التتمه ديال تصحيح الامتحان الوطني 2020. دابا غادي نبداو المساله، يعني البروبليماتيك اللي فيها الفونكسيون. غنبداو نديرو بارتي بار بارتي فيها باش ما نحاولش نطول عليكم. دونك شنو عندنا هنايا؟ عطاونا لا فونكسيون اف دو اكس معرفه على المجال ار، يعني في ار كامله مجموعه التعريف ديالها. f de x égale à moins x plus 5 sur 2 moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. C'est-à-dire la fonction qui est le coup. Donc, elle a montré que limite plus l'infini de f de x ou moins l'infini. Ou limite moins l'infini de f de x ou plus l'infini. Donc, radin, on va le montrer. Donc, première question. Limite plus l'infini de f de x égale limite plus l'infini d'iel moins x plus 5 sur 2 moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Donc, il y a la limite. Donc, je vais vous dire cette limite. Cette limite, je vais vous dire moins l'infini. Alash, on a dit comme alash. Car, شنو هو الليميت ديال بلس لانفيني ديال موان اكس؟ غنديرو بارتي باغ بارتي. نعوضو هنا بلس لانفيني مع هاد الموان، غتعطيني هي موان لانفيني. شنو هو الليميت في موان لانفيني نتاع اكسبونونسيال اكس موان دو؟ حنا هادي غنحاولو نقسموها. هي الليميت موان لانفيني باردون بلس لانفيني فاش خدامين، هي الليميت بلس لانفيني د اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال موان دو. قسمتهم بحال اللي عندكم ا ا لا بيسونس ان بلس ام، تديرو هي ا ا لا بيسونس ان فوا ا ا لا بيسونس ام. دونك عندنا الحق نقسموهم. دونك هي هادي نقسموهم، شنو غادي تعطينا؟ الا تنعرفوا بان الليميت، يعني لي ليميت اللي تنعرفوا في ليكسبونونسييل، تنعرفوا بان ليميت ليكسبونونسييل اكس بلس لانفيني هو بلس لانفيني، وهاد اكسبونونسييل موان 2 الا درتوه في الكالكولاتري سيعطيكم اصلا هو عدد، عدد موجب، لحقاش ليكسبونونسييل دائما موجبه. دونك عدد موجب مضروب في بلس لانفيني هو بلس لانفيني. دونك الا جيتو دابا تحسبوها معايا، اجيو نشوفوها شنو غادي تعطينا. شنو قلنا؟ ليميت اكسبونونسييل اكس موان 2 غتعطينا، هذا عطانا بلس لانفيني، هذا شحال يعطينا؟ حتى هو بلس لانفيني. دونك هاد بارتي، هاد البارتي هادي غتعطينا بلس لانفيني مع هاد الموان اللي كاينه قبل منها. شنو غتولي؟ اتولي موان لانفيني. وهنايا شنو قلنا شحال تعطيني هاد البارتي؟ ها هي غتعطيني موان لانفيني موان اكس. دونك موان لانفيني موان لانفيني هي موان لانفيني. دونك غادي ندوزو ليميت الثانيه. ليميت الثانيه كون ليميت الثانيه ليميت في موان لانفيني ديال اف دو اكس هي ليميت في موان لانفيني ديال موان اكس بلس 5 سور 2 موان 1 دومي اكسبونونسييل اكس موان 2 exponentielle x moins 2 moins 4. Donc, شنو غادي تعطيني هاد الليميت هادي؟ الا رديتو البال ها نتوما غنعطيكم هادي غتعطيني هي بلس لانفيني. غنقول لكم السبب، كار ليميت ديال موان لانفيني ديال هاد موان اكس بارتي باغ بارتي، هنا اكس موان لانفيني الا زدنا لها موان هي بلس لانفيني. دابا غنمشيو ليميت موان لانفيني ديال من؟ ديال اكسبونونسييل اكس في اكسبونونسييل موان 2. انا حطيتها مقسمه ديريكتوم، وهادي حطيتها مقسمه ديريكتوم. شنو غتعطيني؟ تنعرفوا بان ليميت موان لانفيني د اكسبونونسييل هي زيرو مضروبه في عدد هي زيرو فقط. دونك غنمشيو نشوفو نعوضو هنا شنو غيعطينا. شنو قلنا ليميت ديال هادي؟ هو زيرو موان 4 غيبقى زيرو موان 4 باردون، ولكن ليميت ديال هادي هو زيرو. زيرو مضروب في اي عدد، يعني مضروب في عدد اللي هو ناقص 4، زيرو مضروب في ناقص 4 هو زيرو. دونك هادي كامله عطاتني صفر. هادي شنو قلنا عطاتني؟ موان اكس عطاتني هي بلس لانفيني. بلس لانفيني زائد 5 على 2 غتبقى بلس لانفيني، ناقص صفر غتبقى بلس لانفيني. اذا ها حنا لقيناهم، يعني سامبل بزاف كاع. غندوزو لكيستيون 2. كيستيون 2 ا، شنو قالنا لنا في كيستيون 2 ا؟ قالوا لنا مونطري كو دلتا ايغريك لي ليكواسيون ديالو، المعنى ديال هادي، قالوا لنا المعنى ديال هادي الكتابه بان هاد المستقيم دلتا ليكواسيون ديالو هي ناقص اكس زائد 5 على 2. قالوا لنا مونطري كو هاد دلتا اي اون اسيمبتوت اوبليك ا كوتي دو موان لانفيني. بمعنى
خاصنا نبينو بان هاد الدلتا هذا هاد المستقيم دلتا اللي المعادله ديالو هي هادي بانه مقارب مائل في بجوار موال انفيني مقارب مائل لمن مقارب مائل بيان سور للداله اسامبتوت اوبليك باردون دو سي دو اف مقارب مائل للداله سي دو اف في جوار موال انفيني دونك باش نبينو بانه مقارب مائل شنو خاصنا نديرو خاصنا نحسبو ليميت في موال الانفيني ديال اف دو اكس ناقص ايكغيك شكون هو ايكغيك هو دلتا و اف دو اكس شكون هو هو سي دونك معروفه باش نبينو بان شي مستقيم مقارب للداله خاصنا نديرو ليميت قالوا لنا في موال الانفيني بجوار موال الانفيني غنديرو ليميت في موال الانفيني ديال من ديال الداله ناقص داك المستقيم خصها تعطينا زيرو هاد الليميت خصها تعطينا زيرو دونك اجي نحسبوها ونشوفو بصح الا عطاتنا هاد الليميت بصح زيرو غنقولو دونك راه هاد الدلتا بصح راه مقارب الا ما عطاتناش زيرو دونك هادي القاعده ديالنا باش نخدمو دونك شنو غتعطيني الا رديتو البال ديجا الا درنا هاد المستقيم هذا نقصناه من لهنا ديجا ناقص تولي هنا زائد وتولي هنا ناقص غيمشي 5 على 2 وغيمشي اكس دونك غنحاول نكتبها لكم غنحاول نكتبها لكم باردون هنايا هنايا باش تعطينا اتساع موال الانفيني ديال من ديال موا اكس يعني اف دو اكس غنكتبها هي موا اكس زائد 5 على 2 ناقص 1 على 2 اكسبونونسييل اكس موان 2 فاكتور دو اكسبونونسييل اكس موان 2 موان 4 هادشي ناقص ايكغيك ايكغيك شكون هو ما تردو ردو البال راه عندي هنا ناقص ايكغيك دونك هنا نضرب في الناقص غتولي زائد اكس ناقص 5 على 2 يتقلب لهم الاشارات دونك لا رديتو البال هنايا 5 على 2 مع ناقص 5 على 2 يمشيو اكس مع اكس يمشيو شنو يبقى لي يبقى لي هاد لو تيرم اللي هو ناقص 1 على 2 يبقى لي داك لو تيرم اللي هو ناقص 1 على 2 دونك تتساوي ليا ليميت موال انفيني ديال ناقص 1 على 2 اكسبونونسييل اكس موان 2 فاكتور دو اكسبونونسييل اكس موان 2 موان 4 دونك هذا الى رديتو البال هذا تساوي زيرو لحقاش نكتبو كار ليميت موال الانفيني اكسبونونسييل اكس اكسبونونسييل موان 2 ايغال ا زيرو راه درناها قبل دونك الى كان زيرو هذا زيرو مضروب في زيرو تيبقى لي زيرو دونك هنايا غنكونو سالينا هاد السؤال ا كيسيون ا غادي ندوزو دابا لكيسيون بي كيسيون بي شنو غادي يعطيونا شنو عطاونا فيها قالوا لنا ريزودغ ليكواسيون résoudre l'équation exponentielle x moins 2 moins 4 égale à 0. Et puis, donc, à des parties, on va dire partie l'oula. On va résoudre l'équation exponentielle x moins 2 moins 4. Donc, exponentielle x moins 2 moins 4 égale à 0. Dis-nous la résolution. Je vais vous dire, exponentielle x moins 2 égale à 4. Donc, résoudre l'équation, ça veut dire trouver x. 12 égale à 4. Donc, الا بغينا نحيدو ليكسبونونسييل شنو غنديرو غندخلو هنا الالين وندخلو هنا الالين دونك هنا الا دخل الالين غتمشي الاكسبونونسييل مع الالين معروفه هادي بان الاكسبونونسييل تحيد الالين غتبقى لي اكس موان 2 وهنا ندخل الالين ايولي لي الين 2 4 دونك اكس شنو غتساوي لي 2 غندوزوها لهنا غتولي 2 بلس الين 2 4 اون ريزودغ ليكواسيون دونك غنكتبو لو اس يعني الحلول ديال هاد ليكواسيون هو 2 بلس الين 2 4 صافي حنا درنا لا ريزولوشن دونك شنو جاي الكيسيون تيقول الكماله ديال الكيسيون اي بوي مونتري كو سي دو اف او دوسو دو دلتا دون اي اون دو اي او دوسو سا فو دير مونتريو بان الداله غتكون تحت المستقيم يعني في الرسم تيهضروا هادشي على الرسم الميبياني يعني مونتريو باننا فاش غادي نرسمو غادي نلقاو بان الداله راها تحت المستقيم فاش نرسمو المستقيم ونبغيو نرسمو الداله غتجي الداله تحت المستقيم فين فلانترفال اللي هو موال لانفيني و 2 بلس الين 4 2 بلس الين 4 هو واحد العدد تحسبوه بكالكيلاتريس تعرفوه يعني في هاد لانترفال موال لانفيني 2 بلس الين 4 غتكون سي دو اف تحت دلتا اي اون دوسو باردون غتكون فوق دوسو اي اون دوسو دو دلتا اون زيرو الين 2 4 بلس الين 2 4 بلس لانفيني دونك هذا هو اللي بغاو يعنيو لنا به غتكون فوق دلتا في هذا المجال وتكون تحت دلتا في هذا المجال يعني بمعنى اخر شنو المعنى ديال هذه المعنى ديال هذا الشيء بانهم بغاونا ندرسوا
الوضع النسبي ديال سي دو اف ودلتا، وهذه درتها معكم في التمارين قبل ديال الدوال ودراسة الدالة. يعني هاد البارتي هادي ديال هاد التمرين ديال هاد السؤال المعنى ديالها والدروس الوضع النسبي ديال سي دو اف ودلتا، هذا هو المعنى ديالها. الوضع النسبي سا فو دير لا بوزيسيون غولاتيف دو دلتا اس دو اف. دونك غادي نجيو نبداو، شنو غادي نديرو؟ اول حاجه شنو عندنا؟ غادي نبداو اف دو اكس موا ايغريك، شحال تساوي لنا اف دو اكس موا ايغريك؟ على داكشي اللي بينا قبل راه تساوي لنا ناقص واحد على جوج، رحنا كالكولينا ليميت قبيله وعرفناها شحال تساوي، اكسبونونسييل اكس موا دو موا كاتر. اف دو اكس موا ايغريك تساوي لنا هادشي. دونك الا ربيتو البال هنايا كيفاش دايره هادي؟ هي هاد البارتي راها نيجاتيف. دونك شنو غيبقى لنا؟ ندرسو هاد البارتي، لحقاش هاد البارتي هي اللي بانت اللي ما واضحاش، اما هاد البارتي واضحه. دونك اف دو اكس موا ايغريك، دونك لو سيني دو اف دو اكس موا ايغريك هو لو سيني ديال من؟ هو لو سيني دو كونترير، هو لو كونترير دو سيني دو اكسبونونسييل اكس موا 2 موا 4. انا نكتبها وغادي نجي نشرحها لكم علاش. لو سيني دو اف دو اكس موا ايغريك est le contraire de exponentiel x moins 2 moins 4. Est-ce que vous voulez dire علاش؟ لحقاش هانتوما ردوا البال، الا درست دابا الاشاره ديال هذا، الا كان هذا بوزيتيف، هي هذا بوزيتيف، فاش نضربو عدد سالب شنو يولي؟ نيجاتيف. يعني الا كان هذا بوزيتيف هذا غيعطيني نيجاتيف، هذا الشيء كامل غيعطيني نيجاتيف. الا كان هذا نيجاتيف هذا الشيء كامل غيعطيني بوزيتيف، علاش؟ لحقاش هذا سالب، هذا بوزيتيف ضربته في سالب يعطيني نيجاتيف، هذا نيجاتيف ضربته في نيجاتيف غيعطيني بوزيتيف. اذا الاشاره ديال اف دو اكس ناقص ايغريك هي عكس الاشاره ديال هادي. دونك الفو ماتنو ايتودي لو سيني ديال هادي. دونك تنعرفوا بان علاش جاو هما قالوا لنا في بروميير بارتي ريزود هاد ليكواسيون، لحقاش غنحتاجوها هنايا. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو غادي نعرفو بعدا لو سيني ديالها. تنعرفو بان اكسبونونسييل اكس موان 2 موان 4 ايكال 0 عطاتنا بان اكس ايكال 2 بلس ln 2 4. متفقين على هاد القضيه هادي؟ هادي عطاتها لنا، جبدناها هنا قبل. دونك غنحاولو نديرو الطابلو ديالاش، غنحاولو نديرو الطابلو ديال اكسبونونسييل اكس موان 2 موان 4. فين تينعاد ملي؟ تينعاد ملي في جوج زائد ln 4، وعندي هنا موال لانفيني وعندي هنا بلوس لانفيني، تينعاد ملي هنا. دونك كيفاش داير هذا؟ هنا غتكون اشاره ا، اشاره ا بوزيتيف عكس اشاره ا نيجاتيف. دونك اشاره ا عندي هنا حيت ديجا اصلا ليكسبونونسييل توجور بوزيتيف، دونك اشاره ديال على اليمين اي بوزيتيف، اشاره على اليسار اي نيجاتيف. دونك احنا هنا عرفنا الاشاره ديال من؟ ديال هادي بوحدها. دونك الاشاره ديال هادي بوحدها راها بوزيتيف في هاد المجال في جوج زائد ln دو 4 بلس لانفيني، راها نيجاتيف موال لانفيني جوج زائد ln دو 4. دونك دابا شنو خاصنا نعرفو؟ خاصنا نعرفو الاشاره ديال من؟ ديال لاخر. دونك واحد القضيه باش تجاوبوا على هاد الكيستيون، هذا عندكم الحق تجاوبوا عليها كتابه بان راها اون ديسو اون دوسو، علاش بان الكار كذا، وعندكم الحق تجاوبوا بالطابلو. وافضل حاجه اللي تيقولوا الاساتذه وتيقول كل شيء هو انكم خصكم تجاوبوا بالطابلو. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا هنايا بالطابلو. دونك هنا نديروا اكس، هنا نديروا اف دو اكس موا ايغريك، لحقاش بحال اللي تيطلبوا منكم هنا الوضع النسبي، بينوا بان الداله راه تحت المستقيم، بينوا بان الداله راه فوق المستقيم. دونك ديما الوضع النسبي هكا تندرسوه. دونك هنايا عندنا جوج ln 2 جوج بلس ln 2 4، هنا عندنا بلس لانفيني، هنا عندنا موال لانفيني. دونك تتنعدم هادي هنا، وعندنا هنايا غادي نكتبو بوزيسيون غولاتيف، لحقاش وضع النسبي المعنى ديالها وضع نسبي. يعني هاد الطابلو هذا تيختزل لكم الجواب، لي غتمشيو عاد تكتبو الوضع النسبي هذا فوق هذا نو. دونك شنو غيكون هنا؟ شنو قلنا؟ الإشارة ديال هذا ديال اف دو اكس ناقص ايكغيك هي عكس الإشارة ديال هذا، لان انا في كتبتها لكم في جمله. اذا هذا شنو عطانا؟ بوزيتيف. دونك هنا غتكون نيجاتيف وهنا غتكون بوزيتيف، لحقاش هذا راه مضروب في واحد العدد اللي هو سالب. دونك شنو غيكون هنايا؟ غادي نقولوا به بان هنايا سي دو اف اي اون دوسو، راه تحت دو دلتا. يعني هنا راه هاد الداله راه تحت دلتا هنايا، لحقاش خرجت لي مو. فاش تخرج بلس سافي دير سي دو اف اي او دوسو دو دلتا،
وهنايا شوزي يكون عندي تتكون عندي هنايا البوان دانترسيكسيون هنا فين تيتلاقاو في هذه النقطه هذه دلتا و اف تيتقاطعوا دونك بوان دانترسيكسيون مثلا غنسميها ا غنسميها ا تكون هي 2 بلس ال ان 4 و اف دو 2 بلس ال ان 4 دونك هكا غادي تكون دلتا بهذا المعنى اذا حتى لهنا غادي نكون ساليت هذه البارتي الاولى ديال ليكزيرسيس تنتمنى تكونوا استفدتوا غادي الفيديو القادم غنكمل معكم هذه الداله هذه باش ما نطولش عليكم شكرا لكم على التتبع